السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوذة والجوانتي لازم تنضفهم بشكل دوري، لأنك طول ما انت لابسهم وماشي على الطريق بيلموا تراب وعرق. لازم أولا يبقى عندك منظف إزاز أي نوع، مسحوق غسيل، فوطة، فرشة أسنان قديمة. أول حاجة بنفك الفايزر، بعد كده بنفك البطانة، هنرش منظف الإزاز على الخوذة، بعد كده هتمسح بالفوطة، ويفضل لو شلت التراب الأول بفوطة ناشفة. نفس الكلام هنعمله مع الفايزر. البطانة ممكن تنضفها في الغسالة أو بإيدك في طبق غسيل حسب راحتك. طبعا شايفين لون المياه بيتغير ازاي بسبب كمية التراب اللي جوه البطانة. ممكن تكرر الغسيل بالمسحوق اكتر من مرة لغاية ما تطمن ان البطانة بقت نظيفة تماما. بعد كده بنشطفها بمياه من غير مسحوق. هتسيبها لغاية ما تنشف، بعد كده ركب الفايزر، ركب البطانة، شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.